هل عيد الأضحى فرض؟ ما معنى عيد الأضحى فرض؟ إذا كنت تقصد هل الأضحية واجبة أو فريضة؟ ليست بواجبة ولا فريضة. الأضحية سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. وفي هذا الصدد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى من لم يضحي من أمته، وقال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أصفاره شيئا. فقوله وأراد أحدكم أن يضحي مع الاختلاف في ثبوت هذا الخبر يفيد أن هناك من لا يريد التضحية. وقال أبو سريحة رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. وقال أبو مسعود البدري إني لا أدع الأضحى، يعني أدع التضحية، وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. أما عن استحبابها فقد قال تعالى فصل لربك وانحر، وانحر لربك إذا نحرت. وحديث من وجد سعة فلم يضحي فليقربن مصلانا حديث ضعيف.